لكن حنروح للفنون مع ماجد الصقري المتواجد في مركز فنون في المدينة المنورة، وراح يقابل الفنانة التشكيلية أبرار سهارة اللي تخصصت في تقديم سلسلة من الورش الفنية التدريبية والتعليمية للأطفال من خلال أسلوب فني مختلف تركز فيه على نشر ثقافة الفن التشكيلي. كيف كل هذه الأمور؟ خلونا أول شيء نتابع ورحب بماجد، أهلا وسهلا فيك. أنا اليوم مقابلتنا مع عبد الله وتقريبا سلمان تعبوك اليوم، وما شاء الله مشروع حارس مرمى. يعني ما شاء الله تبارك الله، أنا كنت أتابعك على فكرة خليل أمس وأنت تلعب كورة، وكان ودي أجيك وأقول لك ترى إذا كنت أنا موجود ومسكت حارس فأتحداك تدخل علي حتى يمكن هدف. أنا كنت حارس مميز، رامي مو مقصر، بس سبحان الله تركت يعني رامي ممكن يلعب محور كويس بس برضو التحدي حتى الرامي أكيد. خليل على فكرة شوف، زي ما الرياضة يعني فيها أسلوب وفيها حياة وفيها جمال وفيها حلاوة، تخيل حتى الفن، يعني الفنانين التشكيليين أنا دائما أقول سبحان الله كل فترة نكتشف اكتشاف غريب وعجيب بالمتخصصين والمتذوقين والمهتمين والفنانين التشكيليين. يعني اليوم على فكرة خليل وكل اللي يشوفنا اليوم على MBC، يمكن هاني ذكر أول هو يتكلم على الرياضة أسلوب حياة، شوفوا كمان كيف الفن واحد من أساليب الحياة الحلوة اللي تصنع جمال وتصنع سعادة. خليني أقول لكل اللي يشوفنا اليوم، تخيلوا هذه الصورة اللي موجودة قدامي، يمكن الكاميرا تقرب معي شوي، هذا باب من الأبواب اللي كانت موجودة قديما في المدينة المنورة وفي غرب المملكة العربية السعودية، وكمان هذا الروشان. الفنانة اللي موجودة عندنا اليوم اللي هي أبرار سهارة قالت أنا بدال ما أجيب الطفل أو الطفلة وأقول له تعال عشان أقعد أشرح لك إيش معنى روشان وممكن أخذ معك وقت طويل عشان تفهم إيش معنى روشان، عملت الروشان بطريقة حلوة وخلت الأطفال يجوا يرسموا الرواشين ويرسموا الأبواب، وانتقلت بعد كذا للمعالم في المدينة المنورة وراحت للمعالم في المملكة العربية السعودية. المناطق السياحية اليوم احنا شايفين السياحة كيف قاعدة تنشط عندنا بشكل جميل ورائع جدا في المدينة المنورة، أخذت المعالم السياحية وجابت الأطفال قالت لهم تعالوا، تبغى تعرفوا العلا وتشوفوا العلا، أنتم ما رحتوا العلا بس عشان تشوفوا العلا أجيب لكم يعني نماذج وترسموها، فتعرفوا على مدائن صالح وعلى كثير من المعالم. اليوم أنا معايا أبرار، هذه السيدة اللي جالسة في هالمكان وبين الأطفال عشان قاعدة تعلمهم الرسم، وهذا الفن الجميل كيف تصنع في هؤلاء الأطفال حب مختلف للفن وعشان يتعرفوا على المعالم. أبرار ممكن تجي معايا إذا ممكن تقربي، أو أنت مكانك أبرار قولي لي الفن اللي موجود عندك اليوم كيف اخترتيه عشان تعلمي هؤلاء الأطفال الرسم، وممكن الكاميرا تقرب كمان على الأطفال وعلى اللوحات اللي موجودة معنا. أول شيء صباح الخير لك يا ماجد ولجميع المشاهدين، وسهلا فيكم معنا. طبعا الفكرة أنه إحنا دائما الأطفال بنعلمهم الأساسيات وأساسيات الرسم وزي كده، بس هنا حبينا نخرج لهم عن المألوف أنه هم كيف يتعلموا المعالم حقتنا بشكل عام وينجذبوا ليها. عندكم هنا بيسوي الورش، خلاص هم يبدأوا يرسموا بالأسلوب اللي يبغوا، نحطهم إحنا المعلم وهم يسووا الأسلوب اللي يبغوا. يعني هنا عندكم معالم ينبع، خلاص البحر، الدوار، السمكة، انت كأنك بتعطيهم أبرار درس، يعني درس عملي علمي يستفيدوا منه. ممكن أيوة، هم مدرسة بس مدرسة فنية شوية بالضبط. صح؟ يعطيهم لخط ثاني يعني غير التقليدي. بس اكثر واحد تعبك هذا الولد اللي اسمه عمر، ترى تعب أبرار كثير، عنده اسئله كثير وعنده كذا. أبرار اليوم كيف تشوفي تجاوب الاطفال معاكي وانت قاعده تقولي لهم هذه المعالم؟ يعني احنا شفنا العلا اول، ممكن الكاميرا تقرب على العلا، كيف شفت الاطفال وتعرفوا مثلا على بعض المعالم المهمه اللي موجوده في العلا وهي اليوم وجهه سياحيه مهمه؟ ما شاء الله، يعني بالعكس اكثر شيء انجذبوا للطنطوره. حلو. خلاص رسخت في بالهم، فلما جيت قلت لهم هذه الطنطورة عجبتهم وعرفوا ايش معنى طنطورة. ايوه فعلا. عرفوا انه هي ساعة قديمة وفي البلدة القديمة عندهم. أبرار فعلا انا الشيء اللي شفته يمكن اليوم والشغف اللي موجود عند البنات، يعني عند حلا وعند فرح وعند عمر، فعلا لما تيجي تسأليهم في بعض المعالم هم ما شاء الله عليهم متمكنين بشكل جيد. ايش فكرتك القادمة الان مع الاطفال أبرار؟ فكرة القادمة يبدأوا خلاص هم يدوروا معالم خلاص هم يبغوها، حابين يروحوها، ممكن خلاص يبدأوا هم يرسموها ويجمعوها في لوحاتهم.
باسلوبهم وبتصميمهم. ابرار فكره فنيه حلوه، يعني كيف جت على بالك؟ خلينا اقول دائما الفنانين لهم كذا افكار شغلات حلوه يعني الواحد يعجب فيها. هو ده فكرتي بدات اصلا عشان انا بسوي الورش للاطفال. قمت كانت عندي انا ابغى بعد شويه مو مشكله ايه؟ كان عندي كذا معرض عن المدينه وكمان لابرار وشكرا لك يا ماجد اذا تسمعني. باللوحه اللي وراكم معالم المدينه الجديده. خليل ابرار، يمكن ارجع خليل. خليل سامعني انت؟ شايفني صح وسامعني ومستمتع برسم الاطفال؟ تمام، شايف مندمج مع فرح وأمهر وكمان فرح وحلا. شكرا يا ماجد، الله يعطيك العافية. ويعني شفنا هذه الصور الحلوة خاصة مع فترة ما قبل المدارس، يمكن من المهم أن ننمي هذه الأشياء عند الأطفال. مشاهدينا،